بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم في second term lesson 1 اللي هو الفراكشن. اول حاجه equivalent، الاول فراكشن بتاع lesson 1 نتكلم عن الفراكشن. طيب ايه هو الفراكشن؟ خدنا عندنا 3 over 5، قلنا ده بنسميه numerator وده بنسميه denominator. طيب ده بنسميه ايه؟ ده بنسميه proper. ايه البروبر؟ اللي هو النومريتور للزان denominator. طيب improper اللي هو النومريتور اكبر من denominator 6 over 5. طب في اللي هو ده بنسميه mixed number. mixed number وهنتعرف عليهم اكيد بعد شوية، يعني ازاي نحول من mixed ل improper ومن improper ل mixed. طيب اول حاجة عندنا equivalent، equivalent fraction. يعني ايه الكلام ده؟ يعني تساوي الكسور، كسر يعني fraction. يعني مثلا عندنا half، طيب بيساوي ايه؟ لو عملنا ده times 2، طبعا لازم نعمل denominator times 2، يبقى 1 times 2 2 2 divided 4. ده بيساوي ده 3 over 6 4 over 8. كل ده بنسميها equivalent، كل دي كسور او fraction equal. طيب comparing two fraction، comparing two fraction تساوي او مقارنة بين two fraction. ازاي اقارن بين two fraction؟ يعني مثلا عندنا 6 over 7 و 5 over 7، مين الكبير؟ طبعا هنا الدينومينيتور ايكوال، كنسلهم خالص، يبقى ال 6 يبقى ده الكبير. طيب لو كان العكس 1 over 3 1 over 6، طبعا لو كان النومريتور ايكوال يبقى النومريتور الدينومريتور الصغير هو الكبير دايما. او عندي في طريقه ثانيه، لو انت نسيت الرول ديت، اعمل كروس 3 تايمز 1 ايكوال 3، 1 تايمز 6 ايكوال 6، يبقى ده الكبير. خلاص كده. طيب لو كانوا الاثنين مختلفين هنشوف بعد كده. ولازم نعرف في حاجه مهمه جدا، ال1 ايكوال 1 اوفر 1، 2 اوفر 2 ايكوال 3 اوفر 3 ايكوال 4 اوفر 4 اند سو اون. طيب subtracting two fractions، ازاي نعمل subtract ل two fractions؟ عندي مثلا 6 اوفر 2، الحاجات اللي خدناها السنه اللي فاتت، 6 اوفر 7 ماينس 2 اوفر 7. هو حد يعمل لي ديت ماينس؟ لا، نحط الدينومينيتور زي ما هو، 6 ماينس 2 ايكوال 4. تمام كده؟ طيب لو قال لي 1 ماينس 1 اوفر 3، ببص للدينومينيتور هنا 3، يبقى ال 1 ده اخليه 3 اوفر 3 ماينس 1 اوفر 3 ايكوال 3 ماينس 1 ايكوال 2 اوفر 3. 1 ماينس 1 اوفر 5، الدينومينيتور هنا 5، ال 1 اخليه 5 اوفر 5 ماينس 1 اوفر 5 ايكوال 4 اوفر 5. اوكي. طيب هو ده الدرس الايه اللي احنا خدناه قبل كده، او الحاجات اللي احنا خدناها قبل كده. طيب ناخد اكزامبل برضو في الحاجات اللي احنا درسناها قبل كده السنه اللي فاتت. لما يقول لي 3 اوفر 5 ايكوال هنا 10، وهنا مفيش حاجه سبيس. طيب اول حاجه ال 5 بقت ايه؟ 10، عملنا لها تايمز 2، يبقى 3 هنعمل لها تايمز 2، يبقى 3 تايمز 2 ايكوال 6. 2 اوفر 4 ايكوال مثلا هنا 8، ال 4 بقت 8، عملنا لها تايمز 2، يبقى دي تايمز 2 ايكوال 4، وهكذا. هاف وهنا 6، ال 2 عملنا لها تايمز 3، يبقى 1 تايمز 3 ايكوال 3. طيب ده اللي احنا درسناه السنه اللي فاتت. طيب ناخد بقى ليسن 2، لان دي كلها ايه؟ ريفيجن، هناخدها بالتفصيل بقى الحاجات دي. طيب
مثلا عندنا احنا خدنا ال proper وال improper خلاص. طيب convert mixed number to improper. mixed to the convert mixed to improper. عايزين نحول الميكسد لايه؟ لامبروبر. مثلا عندنا 1 and half عايز احوله للامبروبر. اول حاجه عندنا حط الدينومينيتور زي ما هو ما بيتغيرش. اعمل بنسميها الفراشه 1 الهول نمبر هنعمله تايمز 2 يبقى 1 تايمز 2. بعدين نعمل لهم نجمع عليه او بلس الايه النمريتور بلس 1 يبقى ايكوال 2 بلس 1 يبقى 3 اوفر 2. 1 و 3 اوفر 5 هنحط ال 5 نعمل تايد 1 تايمز 5 5 بلس 3 يكوال 8. 2 و 3 اوفر 7 هنحط ال 7 2 تايمز 7 14 بلس 14 بلس 3 يكوال 17. تمام كده؟ موضوع سهل وبسيط. طيب لو عملنا العكس، العكس يعني ايه؟ improper to mixed. يعني مثلا عندنا 7 over 5 حط ال 5. طيب 7 divided 5 equal كام؟ equal 1. طيب الريميندر يعني ال 1 واعمل تايمز 1 تايمز 5 ب 5. طب الريميندر كام؟ 7 minus 5 equal 2. اهي 1 تايمز 5 5 بلس 2 7. 7 اوفر 3 هنحط 3 7 ديفايد 3. طب افرض انا مش عارف، بسيطه خد جدول ال 3 1 تايمز 3 ب 3 2 تايمز 3 ب 6 3 تايمز 3 9. لا انا عندي 7 ارجع لمين؟ ارجع لل 2 اهو حطها هنا. ال 2 كام؟ ب 6. نعمل ماينس 7 ماينس 6 ايكوال 1. طريقه سهله وبسيطه. طيب comparing any two fraction of different numerator. لو انا عندي two fraction بقى مختلفين الدينوميريتور والنوميريتور هعملهم ازاي؟ احنا قلنا لو كان النوميريتور ايكوال، النوميريتور ايكوال يبقى الدينوميريتور الصغير هو الكبير. طب لو كان الدينوميريتور ايكوال يبقى بشيله خالص والكبير النمريتر هو الكبير. طب لو الاثنين ميكسد يعني مثلا جايب لي 3 اوفر 4 والفراكشن الثاني 2 اوفر 3. في طريقتين هي بتنفع لما يكون هو اثنين فراكشن بس. اعمل كروس 3 تايمز 3 ايكوال 9 2 تايمز 4 ايكوال 8 يبقى 3 اوفر 4 اكبر. طب افرض عند اكتر من فعل لازم اجيب ال LCM اللي خدناه في الترم الاولاني. ال 4 2 تايمز 2 ال 3 3 ما احطهاش تحت ال 2 اخد بقى من كل واحد 2 تايمز 2 تايمز 3 ايكوال 12. طيب ناخد ال 3 اوفر 4 نحولها الدينومينيتور بقى 12 عملنا له تايمز 3 بنعمل تايمز 3 يبقى 9. طيب ال 2 اوفر 3 3 بقى 12 عملنا له تايمز 4 يبقى دي ايه؟ ده 2 فراكشن اهو 9 اوفر 12 و 8 اوفر 12 كنسل الدينومينيتور يبقى ده الكبير. يبقى الفراكشن الاولاني اكبر. تمام كده؟ طيب نشوف بقى comparing using more than less than. بيجيب لي مثلا 3 اوفر 4 وهنا 5 اوفر 6. قريت الكروس 3 تايمز 6 18 4 تايمز 5 20 يبقى ده الكبير. طيب 10 اوفر 24 وهنا 14 اوفر 18. طيب هنا لو عملت تايمز هيطلع رقم كبير، بس اقدر اعمل ايه؟ اقدر اعمل سمبليفاي ديفايد ال 2 فيها 5 ديفايد 2 فيها 12 ديفايد 2 فيها 7 ديفايد 2 فيها 9. اقدر اعمل سمبليفاي 5 تايمز 9 45 12 تايمز 7 ايكوال 84 يبقى ده الكبير. خلاص اعمل سمبليفاي الاول. طيب جايب لي ميكس 2 و2 اوفر 3 و7 اوفر 5. طيب اقدر احول ده لميكس لامبروبر 2 تايمز 3
2 times 3 is 6 times plus 2 equal 8. طيب 5 times 8 40. 3 times 7 21 يبقى ده الكلمة خلاص انها. طيب 4 over 5 will 1 طبعا ال 1 more than any proper. ال 1 اكبر من اي proper. طب will 1 less than any improper. لان ال improper whole number and the a and the proper. طيب السؤال بتاع الرينج بقى. الرينج السند هنا طالب لي descending. الرينج descending order. طيب عايزين نرتب descending order وجايب لي الفراكشن 7 over 12 5 over 6 7 over 8 و2 over 3. دي اللي انا قلته ما ينفعش بقى اعمل مقص هاخد بقى كل 2 فراكشن لكن اقدر اجيب الايه؟ ال LCM. ال 12 3 تايمز 4 ال 3 برايم ننزل ال 4 2 تايمز 2 طيب خدنا ال 12 ال 6 2 تايمز 3 طب ال 8 ال 8 سهله بقى 2 2 2 وال 3 زي ما هي طب ناخدهم بقى ال 12 3 times 2 times 2 طب وال 6 3 و 2 نحطهم تحت بعض طب وال 8 2 times 2 times 2 طب وال 3 نحطها تحت 3 هناخد من هنا 3 وهناخد من هنا 2 وهناخد من هنا 2 وهناخد من هنا 2 دول 8 في 3 يبقى 24 يبقى ال LCM هنا 24 طيب ناخد 7 over 12 over 12 ايوه هنا 24 عملنا لها تايمز 2 يبقى 14 طيب ال 5 اوفر 6 ال 5 اوفر 6 هنا 24 عملنا لها تايمز 4 يبقى 20 ال 7 اوفر 8 24 عملنا لها تايمز 3 يبقى 21 ال 2 اوفر 3 24 8 يبقى 16 اكبر حاجه عندنا هنا يبقى هناخدهم بقى كلهم على بعضهم 7 او 14 بقى 14 over 24 20 over 24 21 over 24 و 16 over 24 شيل 24 اكبر حاجه هنا اهوت ده نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر 4 بس نحط الفراكشن الاصلي تمام كده طيب ناخد بقى اسئله على الليسون 2 ده هو يعتبر اول درس يعني طيب بيقول لي هنا ايه؟ بيقول لي put yes for the correct statement and x no يعني for the incorrect بيقول لي 2 over 5 is an improper بيقول لي ده improper طبعا ده ايه؟ ده غلط ده proper 7 over 5 بيقول لي improper صح 17 over 12 بيقول لي ده بروبر طبعا نو ده امبروبر 11 over 15 بيقول لي ده بروبر طبعا يس 5 و 7 over 8 ميكسد طبعا ميكسد لان في هول نمبر وبروبر 25 over 3 بيقول لي ده ميكسد بيقول لي ده ايه ميكسد طبعا نو خلاص state which is a proper fraction in improper fraction mixed. طيب ال 5 over 6 ده ايه؟ ده proper. تمام. ال 6 over 5 طبعا improper. improper لان النمريتور اكبر من الدومينيتور. 12 over 7 improper. 6 over 7 proper. 5 و 3 over 8 mixed. 3 1 over 6 mixed. خلاص فهمناها ازاي نميز بين البروبر والامبروبر الميكسد يعني فيه هول نمبر وبروبر البروبر النمريتور اكبر النمريتور مور ذان الدينومينيتور طيب الامبروبر الدينومينيتور اكبر من النمريتور خلاص لا النمريتور اكبر النمريتور اكبر ده لما يكون ايه ام بروبر سوري امبروبر طيب
الدينومينيتور هو اللي اكبر ده النمريتور، خلاص فهمناها. طيب تقول لي put the suitable relation. طيب ماشي 3 over 4 و 2 over 5. ها 3 times 5 15، 4 times 2 8 على طول. طيب 5 over 6 و 2 over 3 ادي 15 وده 16، يبقى ده 16 اكبر. 2 over 5 over 10. طب ده 20 وده 25، خلاص عرفناها بقى. 8 over 12 و 2 over 3. طيب ممكن نعمل ديسمبليفاي، ديفايد ال 4 فيها 2 ديفايد ال 4 فيها 3 يبقى ايكوال، او اعمل كروس عادي. خلاص كده. طيب ليسن 2 كمان خلص. تمام كده، يبقى خلصنا ليسن 2. خش على ليسن 3 بعد كده، الاديب سبتراكتنج فراكشن. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.